معانا دلوقتي عبر الهاتف نائب محافظ القليوبية الدكتورة إيمان ريان. دكتورة إيمان أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني في البداية خلينا كده نتعرف على تجربة حضرتك في المسؤولية الحكومية، ويمكن كده خلاص حضرتك كملتي تقريبا سنتين في هذا المنصب. تمام، أنا بس في البدء بحب أهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو، وبهنئ أيضا القيادة السياسية الحكيمة بقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالنسبة لتجربة نائبات المحافظين المصريات اللي تم تعيين 5 منهم في 30/8/2018، وزاد علينا 3 نائبات في آخر حركة، فبقينا عددنا 8. احنا طبعا يعني تولينا المسؤولية ويعني بدأنا في العمل في مجال التحديات في الفترة دي. الحمد لله يعني كان في طبعا تمكين وتشجيع من القيادة السياسية ومراهنة على نجاحنا وأدائنا في الشارع. بنتمنى طبعا ان احنا نكون عند حسن ظن القيادة السياسية وعند حسن ظن المواطنين. بس يعني بحب اطمن الناس كلها لو حد بيسال على منصب السيدات في المحليات ان شاء الله يعني احنا طبعا بنحاول كله بنجتهد ان احنا ننفذ المبادرات والتعليمات، وبنحاول نحط فكر واستراتيجيه جديده في الشغل في التنفيذ، وان شاء الله نكون ادينا اداء مرضي للجميع باذن الله. طيب دكتوره ايمان، البعض بيتساءل ايه اهم التحديات على سبيل المثال اللي واجهتك في اول توليكي للمنصب؟ كان لا، ما هو ما فيش تحديات بعينها، لان خلاص الناس عارفه يعني ايه عمل المراه في المجال العام. هي ممكن شويه يكون السن الصغير ده كان من احد الحاجات، ان بسبب المنصب، لان المنصب برضو كبير، فيمكن دي من احد الحاجات اللي يعني هي مش النوع، ما كانتش مشكله في النوع اكتر ما كانت مشكله في السن الصغير. بس يعني لما بدانا نشتغل الناس بدات في الاداء، فهمت قد ايه ان احنا الحمد لله كعلميا وتدريبيا ان احنا مؤهلين لهذه المناصب طبعا. والفكره بتفرق في الاول وفي الاخر، لما المواطن بتحل مشكلته، لما بيحس ان احنا متواجدين في الشارع وبيبقى في استجابه سريعه لحل مشكلاته، وبنحاول ان احنا ندي فكر جديد واستراتيجيه في الشغل استدامه لحل المشكله، بيحس فعلا ان لا خلاص الناس دي تقدر ان هي تكمل في العمل العام. طيب يمكن حضرتك قلتي انه كان من اهم التحديات انه البعض بيتحدث عن السن وبالتالي كان في تخوف، ولكن من جانب اخر ده اكيد كان يسبقه الكثير من الاعداد لتولي هذا المنصب. ممكن اعرف ازاي حضرتك يعني التجهيزات اللي حضرتك مشيتي فيها لتولي هذا المنصب؟ طبعا بسال السؤال ده عشان الشباب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يكونوا قادرين ان هم على الاقل يكونوا صوره عن الاستعدادات اللي خطوها عشان تقدروا ان انتوا تحققوا هدفكم بالمشاركه في تحمل المسؤوليه. تمام، انا طبعا افتخر ان انا خريجه الدفعه الاولى من البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده اللي اطلقه سياده الرئيس في 2016. دي كان من احد الحاجات المهمه في حياتي طبعا، وحياه كل الناس اللي مرت بالتجربه ديت، لان هي فعلا كانت تجربه رائده وناجحه، وكانت بتاهلنا بطريقه صحيحه وعلميه وعمليه لتولي المناصب القياديه. انا خريجه كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، حصلت على الماجستير في 2012، ويعني الدكتوراه خلاص اهي على الابواب ان شاء الله. ان شاء الله يعني طبعا ليا يعني مجال في العمل العام في المشاركه في عدد كبير جدا من جمعيات المجتمع المدني اللي انا اشتغلت فيها. انا مدرس مساعد اقتصاد، اشتغلت في عدد من الكليات الخاصه. فلا الموضوع يعني الحمد لله كان في على مدار السنين، سواء في التجارب العمليه او صحيح. او العلميه او التدريب، الحمد لله كان ليا نصيب كافي ان انا اتلقى عدد كبير جدا من التدريب والعلم في المرحله دي، ومكملين يعني مش متوقفين على الحالي. لا يعني في دايما اطلاع، في دايما بحث علمي، في دايما مؤتمرات بتحضرها، رغم ان احنا عندنا العمل العام، بس برضو هو العلم هو الاساس
في الأداء سواء في المنصب اللي احنا فيه أو في أي مكان فيه. طبعا. طيب يمكن حضرتك خلاص قربتي تكملي سنتين في هذا المنصب، آخر سنة تحديدا أو آخر 6 شهور خلينا نقول إن هم كانوا صعبين على العالم كله وعلى مصر أيضا. دكتورة إيمان، فيما يتعلق بمحافظة القليوبية تحديدا كبقية دول العالم وكبقية المحافظات كان في أزمة مستجدة وهي أزمة فيروس كورونا، إزاي تعاملتوا في نطاق المحافظة مع هذه الأزمة؟ الإجراءات الاحترازية اللي أخذتوها، كيفية التعامل معها دكتورة إيمان؟ تمام. طبعا كانت تعليمات الدولة المصرية والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية والسيد المحافظ دايما كانت تعليماتهم واضحة وصارمة ان ازاي ننفذ كل الاجراءات الاحترازية اللي احنا ممكن نتخذها لجائحة كورونا، سواء من عدم اقامة الاسواق الاسبوعية، تنظيم الاسواق اليومية، ان كان في غلق للمقاهي، كل الاجراءات. وحتى بعد اجراءات الفتح النسبي اللي حصل دلوقتي بنحاول ننفذ كل التعليمات في الشارع، غير كده بالتوازي فيها كانت غرفة عمليات كانت على مدار 24 ساعة تم اقامتها في المحافظة برئاسة السيد المحافظ، وبالتوازي معاها كان في غرفة عمليات في مديرية الصحة. كنا بنتلقى كل الشكاوي او المكالمات التليفونية اللي بنتلقاها بيتم تسجيلها والتعامل معاها. كان في سادة من الأطباء بيردوا على الحالات سواء تعليمات العزل المنزلي او بالتوجه في المستشفيات. كنا بنحاول كمان ندعم الأمر اكتر، ان انا قبل ما ابعت الحالة اتاكد ان ليها مكان في المستشفى، مكان في العناية المركزة، بحيث ان المواطن ما ياخدش وقت. لو كان عزل منزلي بنتاكد ان الدواء مع مديريه الصحه بيوصل له، لو ما فيش امكانيه ان هو يروح يصرف الدواء. فكنا الحاجات دي كلها الاستجابه السريعه للمواطن قدر الامكان. طبعا انا مش هقول لحضرتك ان كل حاجه بيرفكت 100%، بس قدر الامكان ان يعني هنا فعلا في كانت ناس كثيره شغاله. وانا بشكر طبعا كل زمايلي في المحافظه، يعني طبعا بقياده السيد المحافظ، ان هو كله فعلا يعني استاذ رؤساء المدن كان الكل عارف دوره، عارف ازاي يقدر يتحرك في مجاله، سواء في الشارع ان احنا بنقلل التجمعات او بننفذ قرارات الدوله في الغلق او الفتح النسبي، او من الناحيه الثانيه ان احنا بنتعامل ازاي مع استفسارات المواطنين، لان جزء منها كان فيه بيبقى تخوف، هو مش مريض بس متخوف ان هو ممكن يكون عليه ظهرت عليه اعراض مشابهه لاعراض كورونا، فبيبدا يستفسر، هو مش عايز اكثر من ان حد يسمعه بيرد عليه طبعا. احنا الجزء ده الحمد لله قدرنا نحققه في الاخر خالص برضو، ان احنا او بالتوازي مع الكلام ده كله ان احنا كنا بنلف على المستشفيات في محافظه القليوبيه. انا معايا زميلي الدكتور سمير حماد النائب الثاني لسيادة المحافظ، كان في تكليف دي ان احنا نمر ونكتب تقاريرنا كلها عن المستشفى سواء بنطمن على نعم. طبعا يعني مشكور جهدكم دكتورة إيمان، أنا بشكرك وبشكر طبعا كل الناس اللي حضرتك ذكرتيهم. شكرا جدا نائب محافظ القليوبية الدكتورة إيمان ريان، شكرا جدا لحضرتك.